السلام غزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ اش كتعاودوا؟ نتمنى تكونوا كلكم على خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم غادي نوجدوا حلوه اللي هي حلوه ديال الكورني اللي كتجي زوينه بزاف. كنتمنى تجربوها وتعجبكم. يلا معايا وندوزو نشوفوا داكشي اللي غنحتاجوا ونوجدوها مع بعضيه. يلا اش غادي نحتاجوا هنا؟ غادي نحتاج كيلو ديال الفورس، تكون الفورس النوعيه الجيده ونكونوا مغربلين من قبل، نوعيه ديال الحلويات كونوا مغربلين من قبل. عندي 4 المعالق ديال السكر ثقيل او السكر كلاسي. عندي 300 غرام ديال الزبده، الزبده ديال العلبه ولا ديال العبار، ولا من الاحسن ديروا ديال العبار ولا ديال العلبه. عندي هنا واحد القبيصه ديال الملح، وعندي هنا كاس ديال الماء كبير باش غادي نجمعوا العجين. الماء يكون غير بارد، ما نحتاجوش نسخنوه، ديرو غير بارد. تشوفوا معايا القوام ديالها كيفاش خصو يكون، اللي غادي تخدم لينا بسهوله، ولا غادي ما نخليوهاش قاصحه بزاف وما نطلقوهاش بزاف، تكون عجينه عاديه باش تجينا سهله في منين بغو نطلقوها. دابا غادي ندوزو باش نعجنوا كلشي. العجينه كنتو غتعجنها في القصريه راه كتعجن عاديه، بغيتي ديروها في العجانه راه كتعجن بحال ما كاينش، بحال القصريه بحال العجانه ما كاينش فرق، كتجي بحال. غادي ندير انا دابا الفورس ولا الدقيق الابيض كيلو، قلنا يكون مغربل من قبل وتكون النوعيه الجيده. بغيتو نتوما النصف ديال الكميه يمكن لكم ديروا غير النص، ماشي ضروري ديروا كيلو. عندي هنا 4 ديال المعالق ديال السكر الثقيل كبار ولا السكر كلاسي معالق كبار، يكون حتى هو يكون النوعيه الجيده، يكون هذاك الرطب ما يكونش داك القاصح. وغادي ندير الزبده اللي تكون بدرجه الحراره المطبخ، ما نديروهاش قاصحه. ودابا غادي نعجنوا كلشي دابا حتى تخلط لينا ولا تندمج لينا ديك الزبده مع الدقيق الفورس ولا مع الطحين، ولا ترمل تولي عندنا مرمله، وعاده نبداو نزيدوا ديك الساعات الماء شويه بشويه حتى كنحصلوا على القوام اللي بغينا حنا. غادي نزيد واحد القبيصه ديال الملح، فقط قبيصه ما نكثرش. دابا غادي ندوزو باش نعجنوا كلشي. دابا غادي نبداو نزيدو الماء شويه بشويه وحنا كنعجنوا. بعد ما تخلطات لينا الزبده مزيان مع داك الطحين، خصو يتخلطوا مزيان حتى تولي عندنا مرمله كيف كنقولوا العجينه ولا الطحين. عاده كنبداو نزيدو الماء شويه بشويه ديك الساعه. صافي هنا بارك عليها. هاي دي بارك عليها، هاي كيفاش كتكون، تكون بحال هكا. دابا غادي ندوزو باش نديرو لها السلوفان ونخليوها ترتاح واحد شويه، واحد قسمين ولا ربع ساعه، وعاده نخدموها. هنا غادي نقسموها ونديروها في السلوفان ونخليوها ترتاح واحد 10 دقائق ولا 15 دقيقه، وعاده ندوزو باش نخدمو بها. ما راكم تخدمو بها، كان بغيتو تطلقوها بالمدلك تطلقوها بالمدلك، كانت عندكم الماكينه يمكن لكم تطلقوها بالماكينه. نخليهم دابا يرتاحوا. هنا اش غادي نحتاجوا هنا في باش غنطلقوا العجينه؟ غادي نحتاج مدلك، وكيف قلت لكم اللي عندكم الماكينه هذيك ديال سباكيتي يمكن لكم ديروها. غادي نحتاج جراره هذه ولا ديال ولا ديك باش كنقطعوا البيتزا، والفورس، وعندي هاد الليمون هادو اللي باش غادي ندير العجينه ديالي ديال الكورني، وغادي ندير معاهم هادو غادي ندهنهم ولا غادي ندير واحد القطيره ديال الزيت، وغادي نحركهم هكا مزيان باش يتلبسوا ليا في الزيت. عاده ديك الساعه كنديروا فيهم العجين ديالنا. واذا عندكم الماكينه هذه غتخدموا في الماكينه هذه باش تسهل عليكم شويه الخدمه. ما عندكمش كيف قلت لكم راه غادي نديروا غير المدلك ونخدموا ديك الساعات. نطلقوا العجينه ديالنا خاصها تكون رقيقه، يا بالمدلك يا بالماكينه باش ما كان، المهم الغرض عندنا هو العجينه تكون رقيقه باش تجي لينا زوينه
ويجي حتى الكورني حتى هو يجي مليح. حتى هذه ما عندي ما ندير بها انا، نخدم فقط بهذيك. ضروري ما نديرو شويه ديال الطحين باش ما تلصقش لينا العجينه. بعد ما ارتاحت من طبيعه الحال واحد ربع ساعه حنا اللي كنا نديروها في الماكينه نخليوها بحال هكا على الطول باش ما تسخسخناش ولا باش تجينا سهله في الماكينه بلا ما نبقاو نقطعوا عاد نديرو. دابا غادي ندير لها شويه ديال الطحين عاد ندخلها في الماكينه. ما نكثروش الطحين، كثروش الطحين بزاف باش ما شويه صافي الجهه اللي ما تلصقش لينا وصافي. هاو السمك ديالها خصو يكون رقيق رقيق، نرقوها بزاف ما نخليوهاش غليظه باش يجي لينا زوين. هنا غادي نقطع انايا ما نخليش طويل بزاف باش نتحكم فيه اكثر، وهذا اللي غادي يبقى ليا ولا اللي غنخليه على ما نكمل هذا. راه كندير ليه شويه هكا ديال الدقيق وكنطويه وكنحطو هكا جانبا حتى كنخدم هذا ونسالي. ورا كنبداو ديك الساعه كنقطعو حيدو هاد الجوانب هادو، ورا كنبداو نديرو هاكا حجم واحد نمشيو احسن نديروهم شويه ما نكبروهمش بزاف ولا ما نعرضوهمش بزاف باش يجيو لينا زوينين. ورا كنبداو ديك الساعات كنلويو على الكورني ديالنا، كناخدو هكا ناخدو القنت هكا بحال هكا كنحطو الراس على الراس هكا وحنا غاديين حتى كنكملو العجينه ديالنا. بغيناهم صغار بغينا الكورني ديالنا صغير ورا كنخليو غير حتى القياس اللي بغينا حنا، نقدروا نخلي بغينا غير صغير بزاف راه نديرو غير حتى لهنا ونحبسو، وبغينا كبير شويه راه كنوصلو حتى لهنايا هكا وكنحبسو. نخليو واحد شويه هنا باش نتحكموا فيها ملي نبغوا ملي طيب لينا العجينه ونبغوا نحيدوها باش نوركو عليه بحال هكا باش نقدروا نتحكموا فيه. كيخصنا نخلي واحد شوي خاوي هنايا شويه فقط نخليوش بزاف، وهذا النص هذا راه هو غادي نديرو. وهنا ملي كنكونوا كنلويو بحال هكا على الكورن نحاول نجبدوا العجينه شويه الا كانت غليظه شويه هكا نجبدوا العجينه، وحنا غادي نجبدوا هكا العجينه صافي وكنحبسوا هنايا. المهم نحطو هكا على الراس من نحطوش هكا نحطوه فوق العجينه باش ملي طيب ما تحلش لينا صافي وكنحبسو هنايا. المهم هو هذا يكون رقيق باش يجيو لينا هكا هاد لي بلي ولا هادو يجيو لينا زوينين ما يجيوش بعاد مع بعضياتهم ويجي لينا الكورني زوين.
الا درنا هادو رقاق غادي يجي لينا كيف كتشوفوا يجيو بحال هكا. هاد لي بلي هادو قريبين لبعضياتهم وحتى الكورني تيجي زوين. صورة ساهل كيف كتشوفوا، راه ما كاينش شي حاجه واعره، خصكم غير غير في الاول كيجي شويه صعيب وصافي، ولكن غير تولفوا عليه راه كيجي يولي يجيكم ساهل. كنقطعوا هكا، وهذه راه عاودي ثاني كنخدموا بها، ديروا بها واحده اخرى. المهم هنا نسدو ما نخليوش محلول، بقات شي حاجه محلوله راه هي باش كنسدوها بالبيض ولا كنزيدو نلصقو، حتى كنديروا ليه البيض في الاخر هو اللي كيزيد يلصق لينا الكورني ديالنا مزيان. هما هادي نزيدو نلصقوها وغنديروا البيض وغتزيد تلصق، وهادو هما الكورنيات ديالنا كيف كتشوفوا كيجيو ساهلين. هنا غادي نحتاجو بيضه اللي غادي نطربها، كناخذوا الحلوه ديالنا ولا الكورني ديالنا وكندهنوها بحال هكا بالبيض شويه، ما نكثروش بزاف، غير خصنا ندهنوها كلها. بحال هكا خصها تدهن كلها، وكنحطوا ديك الساعات في اللعطه ديالنا، وكنحطو في اللاطه بحال هكا. غنكمل انا بحال هكا حتى نسالي ونتلاقاو ان شاء الله باش نديروها طيب. قبل خصنا نشعلوا الفران ولا نسخنوا الفران مزيان عاد ندخلوه. دابا غادي نشعل عليها غير الفوق ومن التحت، ما نشعلش طفي التحت ونخلي غير الفوق بعد ما سخن لي الفران مزيان، غادي نشعل عليها غير الفوق حتى طيب، وديك الساعات راه كنحيدوهم. ها هو دابا راك عليه، دابا غادي نحيدوه من بعد ما برد شويه، راه كنوركو غير شويه على هذا بحال هكا، كنوركو عليه كيتجبد بسهوله، غير نخليوه غير يبرد شويه باش ما يحرقناش وصافي. نوركو عليه وراه كيتجبد المول هذا، وكنوركو عليه بهذا القالب، ها هو كنوركو عليه شويه ونجبدو. وها هو الكورنيات ديالنا. اش غادي نحتاجو للتزيين؟ المهم الكورنيات ها هما دو طيبناهم، راه تبارك الله كيف كتشوفوا راه كيخرج بزاف هذاك الكيلو ديال الدقيق الفورس. وعندي هنا اللوز، اللوز اختياري، بغيتو ديروا اللوز ديروا اللوز، بغيتو ديروا كاوكاو ديروا كاوكاو، ديروا اللي بغيتو نتوما. كاوكاو انا حمرته في الفران ها هو دا، وغادي نحيد ليه القشور وغادي نهرمشو. عندي هنا الشوكولاط الابيض، وعندي هنا الشوكولاط النوار ولا الشوكولاط الاسود، من الاحسن ديروا نوعيه جيده ها هو دا. غادي نخلطو بيه، غادي نخلطو حنا اللوز ولا اللوز ولا كاوكاو، غادي نخلطوه بالشوكولاط داكشي اللي هز لينا ولا بالكراميل. عندي انا هنا الكراميل حتى هو اللي غندير نص بالكراميل ونص غنديرو بالشوكولاط الابيض والشوكولاط الكحل ولا الشوكولاط الابيض والشوكولاط النوار. عندي هنايا الكوك اللي حمرته، ها هو كيف كتشوفوا حمرته بحال هكا،
اللي غادي نخلطو وغادي ناخذ. انا غندير نص باللوز نص باللوز ونص بكاوكاو. غادي ناخذ نص ديال هذا نخلطو مع كاوكاو ونص اللي بقى غنخلطو مع اللوز. اللوز اللي غادي نسلقو وغادي نفسخو وغادي نقليه في الزيت وعاده نهرشو ديك الساعه ولا نهرمشو وعاده نخدم به. هادو هما المكونات باش غادي نعمرو الكورني ديالنا. في التزيين ديال الكورني من الفوق يا اما كنديروا هاد الفانيل هذا اللي كيكون هكا بحال العقيق. ها هو هذا باللوان وهذا بلا لوان. ها هو دا. ولا كنديروا الشوكولاط فيرميسيل نديروا اللي بغينا حنا ولا نديروا الكوك. ناخذوا الكوك وكنديروه من الفوق هذا ولا كوك ولا هاد الكوك ولا نديروا كاوكاو مهرمش ولا نديروا اللوز مهرمش نزينو باش ما بغينا حنا من الفوق باش ما بغينا يمكن لينا نزينو من الفوق. كل واحد يزين بداك الشيء اللي عنده وبداك الشيء اللي تيبغي هو يزين به. هانتوما غتشوفوني انا كيفاش غادي نزينهم. وكاوكاو من احسن نديرو هاد البلدي هذا الا كان هاد البلدي غيكون حسن بزاف من الاخر ولا من هذاك الرومي ولا من هذاك الغليظ. هذا كيجي زوين من احسن نديرو هذا. هنا شنو غندير؟ غندير اللوز اللي نكونو هرمشناه بحال هكا ما نخليوش غليظ ولا نرقوه بزاف خاصو يكون مهرمش باش تبقى ديك القرمشه عندنا الداخل ديال الداخل في الفرن ديالنا ويجي زوين. دابا هذا اللوز اش غندير معاه؟ انا بغيت ندير معاه الكوك اللي هكا محمر نديرو ما بغيتش ندير معاه راه كنخليه غير بوحدو وكنزيد معاه يا اما الشوكولاط مذوب شوكولاط البيض ولا الكحل مذوب ولا نزيد معاه الكراميل نزيد اللي بغيت انا. انا دابا غادي ندير معاه هو الكراميل مع اللوز ومع الكاوكاو غادي ندير الشوكولاط. عندي الشوكولاط غندير نص الشوكولاط الابيض وغادي ندير نص بالشوكولاط النوار. ها هو ده الكراميل ديالي اللي كيجي زوين. نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف اللي ما عندي هو في القناه اللي ما عرفاتوش ولا ما شافتوش غادي نخلي ليها الرابط ديالو في صندوق الوصف. ودابا غادي ندير انا شويه من هذا ندير فقط القياس اللي غيخلط ليا كيجي زوين هذا الكراميل هذا. وهذا نخليه كيف قلت لكم مهرمش ما نطحنوش بزاف باش يجي لينا ديك القرمشه لداخل ديال الكورني ويجي لينا الكورني ديالنا زوين. وكيف قلت لكم بغينا نزيدو الكوك هذا اللي محمر نزيدوه بغينا نزيدو هكا غير هكا خضر ما محمر ما تشي شي حاجه نزيدو نديرو اللي بغينا حنا. انا غادي نزيد فقط شويه من هذا اللي حمرت كيجي زوين حتى هو مع الكراميل حيتاش حلو كيتواتى بزاف مع هذا ومع اللوز مع الكوكو مع اللوز تيجيو زوينين بزاف. غادي نزيد شويه ديال الكراميل هنا ثم غتشوفوا معايا القوام ما خصوش يكون عاقد بزاف ولا خاسر بزاف وما خصوش يكون جاري بزاف ولا ما يكون سايل بزاف. عندنا الغرض حنا باش يجينا ساهل ملي بغون نديرو نعمرو به الكورني ديالنا. وهذا راه يمكن لينا نحطوه فوق حمام مريم وعاده ونخدمو به باش يبقى لينا سايل ولا يزيد يسيل حيت انا ما سخنته ما والو. الكراميل هذاك جبته غير من الثلاجه حتى طلق شويه وخدمت به كيف كتشوفوا. ها هو هذا كيف كتشوفوا ها هو مزيانه. دابا هاكا غنخدم بها انايا
هذا اللي صوبنا كيف قلت لكم شفتوا معايا اللي صوبنا بالكراميل. دابا غادي ندوزو ونصوبو نصوبو ديال الكاوكاو والشوكولاط. ها هو دا كاوكاو، غادي ناخذ واحد الكميه منه وغادي نزيد عليها الشوكولاط. ها هو دا الشوكولاط اللي ذوبت من قبل. هذا يكون عندنا الشوكولاط اللي حلو ماشي اللي مر، نديرو الشوكولاط الحلو. وضروري ما نزيدو معاه شويه ديال الزيت، الزيت المائده عادي نزيدوه معاه باش يطلق لينا شويه هكا. ملي نبغوا نذوبوه ضروري ما نزيدو معاه شويه واحد 3 ولا 4 المعالق ديال الزيت المائده وعاده باش نذوبوه. ها هو دا اذا بغيت نزيد معاه حتى هو هذا راه كنزيدو ما بغيتش نزيدو، غادي هذا دابا غادي نزيد معاه شويه من هذا الكوك عادي هكا وغادي نخلط. نتوما راه يمكن لكم تخدموا بداك الشيء اللي عندكم، ماشي ضروري تخدموا تخدموا كيف كتشوفوني انا كنخدم، ولا ضروري ديروا هذا الشيء اللي كندير انا، راه ديروا اللي بغيتو نتوما واللي عندكم. راه غير كاوكاو الشوكولاط بوحديتو شوكولاط عادي غير يكون النوعيه الجيده راه كذوبوه وكديروا معاه كاوكاو حتى هو كيجي زوين زوين بزاف. زعما راه ماشي ضروري خصكم ديروا هادشي اللي اللي كتشوفوني دابا كندير. ها هو دا هو دا صافي. دابا هذا غادي نخدمو به نعمرو به الكورني ديالنا. صافي هذا سالينا منه حتى هو، غادي نحطوه حتى هو جانبا. ودابا غادي نخدمو الشوكولاط الابيض. غادي ناخذو زلافه، غادي نديرو عاوتاني اللوز ولا كاوكاو اللي بغينا على على حسب داكشي اللي عندنا حنايا ولا غنخدمو به. انا نوري لكم وانتم راه كتخدموا داكشي اللي بغيتو نتوما تخدموا به. غادي نزيد معاه الشوكولاط ابيض. راه غير حاجه وحده يمكن لكم تخدموا بها كيف قلت لكم قبيله، حاجه وحده ماشي ضروري. انا دابا عاد كنوريكم نتوما هادشي كيفاش نقدروا نخدموا بهذا بهذا باش ما بغينا نخدموا حنا نخدموا. كيف قلت لكم عندنا الشوكولاط ابيض نديرو الشوكولاط ابيض، عندنا الشوكولاط نوار نديرو الشوكولاط نوار، عندنا الكراميل نديرو الكراميل اللي عندنا نخدمو به، ماشي ضروري هادشي اللي كنوريكم. ها التخليطه كيفاش كتكون، فقط حنا كنعطيو فكره كيف قلت لكم عطيو فكره وانتوما راه كيبقى على حسب الذوق وعلى حسب الموجود اللي عندكم. صافي دابا هما كيف كتشوفوا معايا ها هما ثلاثه بيهم، عندنا هنا اللي بالشوكولاط نوار، عندنا هذا بالكراميل واللوز، عندنا هذا اللي بالشوكولاط ابيض. دابا غادي ندوزو باش نعمرو الكورنيات ديالنا. كيف قلت لكم الشوكولاط الشوكولاط لا هذا ولا هذا ضروري ملي بغو نذوبوه نديرو معاه واحد 3 المعالقات ديال زيت المائده عاده نذوبوه باش يجي لينا يساعدنا ولا يعاوننا في الخدمه ملي نكونو نعمرو الكورني ديالنا. دابا غادي ندوزو باش نعمرو الكورني ديالنا. ها هما دوب عمرتهم، عمرت هذا بديت الشوكولاط ابيض وعمرت هذا بالكراميل. دابا غادي نبداو نعمرو باش نديرو هنا باش يجي لينا ساهل، وماشي ضروري هاد القراعي هادو اللي ما عندناش راه يمكن لينا نعمرو غير بمعلقه صغيره. هذا وهنا راه كنزينو على حسب كيف قلت لكم زينو باش ما بغينا حنايا، بغينا نديرو هادو ديال نديرو هادو ولا نديرو هادو ولا نديرو اللي بغينا حنا نديروه نديروه. ها هو دا كيجي بحال هكا. هادي غنديرو فيها الكراميل. هكا هنا
غادي نقدر ندير هاكا حبيبات ديال هذا. ها هما دو والتزيين راه كيبقى اختياري، تزينوا باش ما بغيتو نتوما، تزينوا كيف بغيتو نتوما، يمكن ليكم تزينوا. وهذا بعد ما عمرناه بالشوكولاط هكا بالشوكولاط نوار، والتزيين كيف قلت لكم راه كيبقى اختياري، تزينوا بداكشي اللي عندكم وبداكشي اللي بغيتو نتوما يمكن ليكم تزينوا به. يمكن لينا نديرو النص ديال هاكا الشوكولاط هاكا بالشوكولاط ابيض، ونص بالشوكولاط نوار، النص بهذا بالكراميل، والنص المهم حنا نديرو اللي بغينا حنا واللي كيريحنا حنا. وهنا يمكن لينا نديرو غير الكوك، الا عندنا غير الكوك راه تاهو نقدرو نديرو بحال هاكا بحال هاكا، تاهو كيجي زوين. كنزينو تزين راه تزينو بداكشي اللي عندكم وداكشي اللي بغيتو راكم تزينو به، ماشي مشكل. هنا يمكن ليا نخدم تا بهذا الشوكولاط هذا اللي بحال هاكا فيرميسيل، ها هو هذا، هذا يمكن لينا نخدمو به في الا درنا الشوكولاط هاكا درناه بالشوكولاط ابيض هاكا. يمكن لينا نديرو ليه هاكا، وهذا هو الشكل النهائي ديال الكورني ديالنا، ولا حلوة الكورني اللي كتجي بصح زوينة زوينة بزاف. لا في الشكل ولا في المذاق ولا في كل شيء، كتجي بصح زوينة. وهاد الحلوة ديالنا كتجي زوينة زوينة بزاف، كنتمنى تجربوها. هيا لي أو الصحة والراحة.